مرحبا، أنا الشيف نائل، دارس الطهي استنشار بالنرويج، خبير في تغذية الرياضيين، تركيب الوصفة تعملها في قالب السيليكون، فيك تعملها في القالب هذا، فيك تعملها في هذا، ولكن أنا اليوم استخدمت هذا الوعاء قطره 20 سنتي. في دقيق قوي، في دقيق ضعيف. القوي هو للمعجنات للبيتزا وللخبز، الدقيق الضعيف هو للحلويات للكيك وللبسكويت. تدهن الطنجرة أو الوعاء بالزبدة، يضاف ورق الزبدة. هذا الوعاء قطر تبعه 20 سنتي. كل المكونات تكون بحرارة الغرفة، والسبب أن الكيك ما تهبط ويخلط كل المكونات بسهولة ويسمح للكيك بالارتفاع أكثر. الزيت والحليب، الفانيلا، والملح. الزيت بيدي نعومة وخلي الكيك غير جاف ويحافظ على رطوبة، وبيجعل دقيق ضعيف مثل ما حكينا بالأول. نضيف البياض، البيض فيه هواء، هذا الهواء بيساعد الكيك على الارتفاع، هو جزء من السوائل. ثم السكر، فاحنا بنضيف السكر على 3 مراحل، كل مرحلة تلت تلت تلت. أما الملح سر نجاح الكيك، بيعمل لون موحد وطعم متوازن وكيك متماسك، وبيساعد على امتصاص الماء ويجعل الكيك ما يفقد الماء والدهون من الداخل. أما الفانيلا فهي نكهة، ممكن توضع أي نكهة. آخر مرحلة بنضيف فيها السكر، بنخفض 30 ثانية وبنعمل السرعة على أعلى شيء. طبعا في البداية بكون على البطيء، آخر شيء آخر 30 ثانية بكون بطيء، بعدين بنعمل أعلى شيء. والسبب انه انا ما ضفت كربونات، وبتعمل طعم غير مرغوب فيه في الكيك. لازم يكون القوام متماسك ومرتفع مثل ما انتم شايفين، ثلاثية الأبعاد عامل، مش لازم يهبط. السكر كمان بيساعد، بيعمل الكيك لون وبتخلي الكيك مدة الصلاحية تبعتها أطول. نضيف صفار البيض وبنحرك بهدوء. صفار البيض هو قيمة غذائية وبطري الكيك وبحافظ على الجودة، وتقصير العروق تبعت الجلوتين، الموجود في الطحين. احنا عاوزينه الجلوتين ضعيف، مثل ما حكينا ما يكون الجلوتين
قوي بالدقيق، وبزيد حجم الكيك والقوام تبعها واحمرار الكيك. الحليب بيساعد على اللون والقيمة. الدقيق احنا بنخله، السبب يدخل الهواء، يدخل الهواء. واخر شيء احنا بنضيف الدقيق، السبب انه ما يقوى الدقيق عندنا، اخر شيء عشان ما نحركه كتير وما يقوى. التحريك في الدقيق بقوى، واحنا مش عاوزينه يقوى يصير مثل الخبز. ناخذ شويه من الخليط على خلطه الزيت والفانيلا والحليب والملح، نضيفه شويه عشان يكون سهوله بالتحريك، عشان ما بدي احرق كتير في العجنه، من شان ما بدي الدقيق يصير قوي. مثل ما احنا متفقين لازم الدقيق يكون ضعيف، هذا من احد اسباب نجاح الكيك، لازم الدقيق يكون ضعيف. واذا ما كان عندك دقيق كيك او حلويات، ممكن تضيف 25% نشا، تقيم ربع من الدقيق وتضيف ربع نشا عشان يصير ضعيف. روح ساعة على الكيك على درجة حرارة 150، بعد مرور ساعة، وهذا حسب نوع الفرن، ممكن ساعة ممكن أقل ممكن أكثر، بس هو حدود ساعة تقريبا. تغلق الفرن، تفتحه وتخلي الكيك بقلبه قلب الفرن لمدة أقل شيء 10 دقائق، مشان ما تأخذ صدمة البرودة. ترجع تاني مثل ما انتم شايفين السفنجية، يعني قد ما اضغط عليها بترجع تاني من جوا، فيها فراغات السفنجية بدون بيكنج باودر، بدون بيكنج صودا، بدون اي اضافات، بدون خل، بدون محسنات. بخصوص الدقيق الجلوتين، انا هشرح لكم بالصور شو هو، كيف انت تعرف الجلوتين، واغلب العبوات موجود عليها هذا الوصف. هان بالنسبه للجلوتين تعرفه من البروتين، من 7 تقريبا ل10 البروتين بكون مناسب للكيكه، من 10 وفوق بكون منيح، مناسب اكثر للمخبوزات مثل البيتزا مثل الخبز. جربوها ان شاء الله بتعجبكم، انتظروا مني اشياء جديدة كتير، مثل الكريمة غير تقليدية بدون حليب، واي شيء
تستفسروا عنه اكتبوا لي تحت في التعليقات، وفي فيديوهات كتير ممكن انتو تشوفوا باقي الفيديوهات، واتمنى انه تشتركوا بالقناة، تدوس على الزر الاحمر، وشكرا لكم، مع السلامة.